انظروا إلي، ماذا ترون؟ جمال وود أم امرأة تحلم بالغد؟ انظروا إلي، ماذا ترون؟ أم تعيش حياة هارون؟ أخت تفتقد إلى المغامرة؟ ميبي. هل أنا المرأة الآمرة؟ أم أنني مجرد متظاهرة؟ الاحتمالات كثيرة، لكنني من هذا أكيدة أن أصوات الرفض لم توقفني، ورنين لا لم يربكني، أحكامهم صارت ذكرى بعيدة، لأنني اخترت أن أرى في داخل الغنى، اخترت أن أكون حرة، أن أكون أنا امرأة قدرتي بيدي، لأن أتبع طموحي، لأن أبلغ قدري. فهيا إذن لا تترددي، اتبعي حدسك، ارفعي أوتار همسك، لأن الطريق الوحيد قدما يمر بقدرتك. أطلقي رؤيتكِ.